في الأرض المقدسة وفي احتفال حاشد حضره عدد كبير من المؤمنين، سيما الشماس شربل أبو سعدة كاهنا على مذبح الرب، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه المطران ياسر العياش النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك في القدس بحضور عائلة الشماس وجمع من أبناء الرعية. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. عرس كهنوتي للشماس شربل أبو سعدة المخلصي الذي أقيم في كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة بيت ساحور، وذلك بوضع يد صاحب السيادة المطران ياسر العياش الكلي الوقار النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك في القدس، وبحضور حشد كبير من المطارنة من مختلف الكنائس والكهنة والشمامسة والراهبات، وبحضور أيضا عائلة الشماس والعائلة الكبيرة والصغيرة وممثلي جميع المؤسسات الدينية والمدنية وجمع غفير من المؤمنين من مختلف المناطق. ابتدأ الاحتفال الكهنوتي بدخول الموكب على وقع تراتيل جوقة الكنيسة، وتخلل القداس قراءات من الإنجيل المقدس والعظة وصلوات وكلمة المطران العياش ورتبة السيامة الكهنوتية المقدسة. وبعد ارتداء الكاهن حلته الكهنوتية قرعت الأجراس مبشرة بولادة كاهن جديد ورسول جديد للرب يسوع المسيح، وبهذه اللحظات المقدسة وبكلمات المطران مستحق مستحق مستحق، صفق الجميع مع انطلاق الزغاريت وقبلة السلام. سيم الأب شربل أبو سعدة المخلصي كاهنا على مذابح الرب. بدنا نشجع الشباب والصبايا من أجل أنه يصير عندنا دعوات رهبانية بكل الرهبانيات، خصوصا بالأراضي المقدسة، وإحنا اليوم بحاجة إلى كثير. وهالشاب هذا نشوف شاب قدامنا بعز عطاه وبعز طلعته، بأول طلعته ببين حبه للمسيح وتكريسه الكامل لحياته بشهادة الرهبانية لسيدنا يسوع المسيح. بتشجع الشباب كلهم الصبايا انه كمان هم ينخرطوا في عالم الرهبنة، سواء كانت رجالية او نسائية، لخدمة شهادة سيدنا يسوع المسيح، حتى لين ينشر اسمه، ينشر رسالة المحبة والخلاص والسلام بهالايام هاي. واحنا منعرف الرهبان اكثر ناس هم اللي بيصلوا بيشتغلوا وبيصلوا، وبالتالي هم بيصلوا مشاننا احنا. اليوم انا صليت للدعوات الكهنوتية والرهبانية، وبطلب من الله انه يبارك كل رهبانياتنا خصوصا بالارض المقدسة، لانها بحاجة الى دعوات كهنوتية رهبانية، بالذات دعوات رهبانية اللي تخدم الرسالة وتخدم اخونا الانسان بها ارض المسيح، ارض المسيح. وشكرا كثير لنور سات اللي دائما بتابعنا وبشجع من خلال تقاريره، دائما بشجع الشباب
وبشجع الكل على تنمي فيهم فكرة الدعوة الكهنوتية والرهبانية. دموع الأم ذرفت بفرح، وعناق الأب والإخوة فرحة لا توصف لتقدمة ابنهم الأب شاربل لخدمة هيكل الرب ونشر كلمة الإنجيل المقدس. هي فرحة الأهل والكنيسة والمدينة والمحافظة بولادة كاهن جديد. تكفيك نعمتي لأن في الضعف تظهر كمال قدرتي، هذا هو الشعار الذي اتخذه الأب المخلص. أكيد بظل هاي الظروف الصعبة أنا أخذت نعمة الكهنوت. هالنعمة يلي بمحل محلات ترجع بتذكرنا أنه الله حي، ما زال موجود وما زال مع شعبه وما زال يغدق على شعبه بركات وقدسات. ولما ربنا يعطيني هاي النعمة بظل هاي الظروف الصعبة، مسؤوليتي كبيرة وحملة ثقيل، إلا أنه بإذن الله بفضل نعمته هو اللي حكى لي تكفيك نعمتي، بإذن الله رح نكون قادرين بيسوع المسيح وحده الذي يقوينا لنحمل هاي الرسالة وننشر ملكوت الحب في كل العالم. فمبارك للأم الرهبانية الباسيلية المخلصية، ومبارك للكنيسة هذا العرس الكهنوتي للأب شاربل عيسى أبو سعد المخلصي. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك بيت ساحور.